تكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين. ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. نرحب بكم ومع شيخنا الحبيب فضل الشيخ أبو إسحاق الحويني في برنامجكم عابر سبيل. حياكم الله شيخنا، بارك الله، رفع الله قدرك في الدارين، الله يبارك فيك. إذن كان حديثنا في الليلة الماضية عن فيما يبدو للناس، وهذه النقطة التي تجعلنا نقف ولا نتسرع في الحكم على الآخرين، لأن الإنسان قد يعمل عمل فيما يبدو للناس في ظاهره أنه على المعصية، ويظن الناس أنه سيختم له بهذا الأمر، ولكن الله عز وجل قد يختم له بالخير فيكون من أهل الصلاح. وليس أدل على ذلك من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي الصحابي خالد بن سعيد بن العاص لما قال: لو أسلم عمار الخطاب لأسلم ابن الخطاب رضي الله عن الجميع، ولكن الله ختم لعمر رضي الله عنه وأرضاه ليكون وزير الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الأعمال في ظاهرها أعمال شر، ولكن الخاتمة مردها إلى الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل بإذن الله عز وجل إلى النقطة الأخيرة، وقلنا أن العالم الذي أفتى الرجل الذي قتل 100 نفس ذكر له 3 محاور. الأول هي الإجابة: نعم لك توبة. الثاني: من الذي يحجب عنك باب التوبة؟ الثالث: ولكنك في أرض سوء فهجرها إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله. هؤلاء القوم الصالحين هم البيئة التي يريد هذا العالم أن يشكلها لهذا الرجل. رجل جاهل ما يعرف، ولا ما كان قتل 100 نفس، ومحتاج يعرف، هو أحوج لأن يعرف ما الذي يساعده في توبته وما الذي يعضد هذا الأمر. إذن هو يريد أن ينقله إلى مجتمع فيه حسن الظن بالله، فيه عدم الحكم على الناس، فيه عدم الاجتراء والتجرؤ بأن هذا في الجنة وهذا في النار. وهذا لا يمكن أن يكون إلا في بيئة علم وبيئة صلاح، البيئة الأمثل لعبادة الله عز وجل. إذن شيخنا الحبيب، إذا هذه البيئة التي أراد أن ينقله إليها من بيئة القتل وبيئة الدماء وبيئة الاجتراء على الله عز وجل إلى البيئة الصالحة. تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معلش يعني اسمح لي أن أضع حاشية قبل الدخول في الكلام، لأذكر السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، لأنها هي الحقيقة زيادة مهمة ونادرة، يعني ليست في كل صيغ الحديث. هذا الحديث له مناسبة، رواه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان بعدما انحاز كل نفر إلى معسكرهم، انحاز المشركون إلى معسكرهم والمسلمون إلى معسكرهم، وبدأ القتال، وجدوا رجلا لا يدع شاذة ولا فاذة في المشركين إلا أحصاه، يعني يقتل كل من لقيه، فبهروا جميعا، يعني أشجع الشجعان من المسلمين ما عملش كده، إن هو بسيفه يدخل على المشركين ويقتل كل رجل يقابله. فقالوا: يا رسول الله، ما أجرأ فلان، إنه فعل كذا وكذا وما ترك شاذة ولا فاذة. قال: هو من أهل النار. ده الرجل ده بيقاتل المشركين، بيقتل المشركين، فالمفترض أنه في صف الإيه؟ صف المسلمين، بل ويبالغ في القتل. أيوة، يبالغ في القتل، فظاهر أمره أنه في الجنة، إنه لا، إنه مع المسلمين، مع المسلمين. ده ظاهر أمره بالنسبة للدنيا على الأقل الأول، يعني أنه يقاتل مع المسلمين ضد المشركين. فلما قالوا: ما أجرأ فلان، أو ما أجزأ عنا مثل فلان، قال: هو في النار. قال: يا رسول الله، إن كان هذا في النار فمن منا يكون في الجنة؟
فقال رجل: والله لأتبعنه، إن أبطأ أبطأت وإن أسرع أسرعت، لأعلم ماذا يفعل. فلما طعن هذا الرجل من قبل المشركين لم يتحمل الموت، ووضع سيفه بين ثدييه وقتل نفسه. الله أكبر. فلما حدث ذلك رجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت لك عنه، الذي قلت عنه هو من أهل النار، فعل كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: إن الرجل ليعمل الزمن بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. عمل أهل الجنة النهاردة هو مع المسلمين ويقاتل في سبيل الله، وهذا من أعظم القربات، أن تقاتل في سبيل الله، ذروة سلام الإسلام، وهو الجهاد. فهذا الذي يبدو للناس، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو من أهل النار لظنه الناس من المقربين، بما أبلى من البلاء الحسن في إيقاع القتل في المشركين. ولما تدون أن يراقبه أحد، وما ثبتت هذه الواقعة، ولكن تحري الصحابي عنه إنما جاء طبعا هذا هو الذي كشف أمره، لأن معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الرجل ظاهر عمله الصلاح يقول أنه من أهل النار، وهذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام المختوم عليه، قاله من أهل النار بل من أهل النار. فيعني ده إشكال ممكن يوقع الريبة أو يوقع الشك في نفس هذا الصحابي فتبعه، فكان أمره على هذا. فهذه الحاشية التي أردت أن أضعها بمناسبة قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث. جميل جدا. طيب، أنا وقد تفضلت بأن وضعت هذه الحاشية، أستأذنك في سؤال آخر مرتبط بهذه الحاشية، وكما قلنا هو الكلام كلام تسلية لعابر سبيل، ولا يمنع أن نخرج عن النطاق الذي قلناه في بداية كلامنا. كما أن الأمر على ظاهره فيما يتعلق بمسألة الحكم بالجنة والنار على الناس، في أمر آخر ليس فيه في ظاهره الحكم بأن هذا كافر أو هذا مسلم، ولكن مدح من النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تفسير، وهو قصة الصحابي الذي ورد اسمه منكرا في بعض الروايات، وبعض الروايات أعتقد ذكرت أنه عبد الله بن سلام، في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج هذا الصحابي 3 أيام، هو نفس الصحابي، ولحيته تقطر ماء، فتبعه أيضا كما تبع صاحبنا هذا الرجل الذي قتل نفسه، تبع عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الصحابي ليعرف، وكان من أحرص الناس لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرف ما الذي حجز به موضعه في الجنة. فكانت الفكرة أنه وصل وعلم أن الأمر ليس بكثير عبادة، وإنما هو سلامة القلب. أستأذنك في أن نقف مع هذه وقفة ولو كانت سريعة شيخنا. والله أنا سأقف معه وقفة على فرض صحة الحديث. نعم، لأنه عهدي به بعيد، وأنا أظن وأرجو يعني ألا يكون كلامي نهائيا بالنسبة لمن يستمع إلي وأن يراجعني في هذا، كأن الحديث فيه علة، كان فيه مخالفة وكذا. نعم، لكن على فرض صحة الحديث، الأمر الذي جلاه عبد الله بن سلام قل أن يسلم لأحد، أن يكون قلب الرجل سالما للمسلمين، يعني غير حاقد عليهم، غير باغض لهم، غير حاسد لما بين أيديهم من النعم، ده هذا يعني قل أن يتلبس به يعني إنسان على هذا الوجه الذي تكلم به عبد الله بن سلام رضي الله. ولذلك ورد في الرواية أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا جرم هذه التي قدرت ولم نستطع، لأن كل إنسان يعني يعتريه ما يعتري البشر من الغضب الذي يجور فيه الحد، يعني حتى لو كان رجلا فاضلا. نعم، لذلك كان من الصعوبة كلمة شيخ الإسلام تيمية أنه يقول أنه يستوي عنده المادح والقادح، هي يعني لعلها مرتبة أيضا فيها صعوبة. لا، مش ابن تيمية، لا معلش أنا أوضح دي،
ينسب إلى يحيى بن معاذ، نعم، رحمه الله، وهو أحد الأفاضل الكبار، أنه كان يقول: حقيقة الحب في الله، حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالود وألا ينقص بالجفاء. ده تكليف ما لا يستطاع. ألا واحد يسيء إلي ويشتمني ويعني كل هذا وما غضبش منه؟ لأنا أحبه في الله فعلا، رجل صالح، خلاص سنتفق على أنه صالح وفاضل ويستمطر بدعاه القطر من السماء، ثم فعل شيئا لا يجوز فغضبت منه، يبقى قدح هذا في حبي له على قول أحد معاذ. طبعا يقدح، فده تكليف ما لا يطاق. ده النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم. يعني قص يعني أنت تعلم الذي قتل حمزة، نعم، لما أسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقتلت حمزة؟ هو النبي يخاطب وحشي. أي نعم. قال: أقتلت حمزة؟ قال: نعم. قال: كيف قتلته؟ حكى إزاي قتله وبتاع الكلام. قال له: أتستطيع أن تخفي عني وجهك أو أن تغيب عني فلا أراك؟ وكان يعني هو قبل منه إسلامه. طبعا قبل منه إسلامه، لأن ده حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس من 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 حقه أن يرد إسلام أحد. جميل. إلا إذا كان مأذونا له من قبل رب العزة أن يرد إسلامه لأمر يعلمه الله عز وجل. لأمر يعلمه الله. لكن لم يتحمل أن يرى قاتل حمزة، وقال: هل تستطيع أن تغيب؟ والله وحشي ده، كل أنا أول ما قرأت الـ 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 هذا الخبر بكيت. سبحان الله. حرم من الصلاة خلف النبي، ومن مجالسته، ومن سؤاله، ومن الطعام معه، ومن الترحال معه، حرم من كل حاجة. قال له: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني فلا أراك؟ فغاب وجهه وحشي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره حتى مات بسبب تلك الفعلة. طب النبي صلى الله عليه وسلم مبسوط من وحش يعني؟ أبدا، وزعلان منه أكيد، مش عايز يشوف قاتل حمزة. تمام. ولو نظرت إلى المواقف التي غضب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأشاح عن المتكلم ستجدوها ذوات عدد، نعم، يعني مش بسيطة. ومع ذلك ما نقدرش نقول أنها لو حدثت مع المسلم وأخيه أن حبه لله انتقض، بل المودة تزيد من البر، والجفاء لابد أنه يعني يقلل من البر. جميل. وحديث كعب اللي تفضلت حضرتك وشرحته في الحلقة الماضية، أنه مشهدين يحكيهم كعب رضي الله عنه خلال 50 يوم: الأول فدخل فرأى النبي مغضبا، ثم في الأخرى رأى ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم فأنار وجهه. فكأن طبعا ده الغضب والرضا. نعم. لا، وفي حاجة كمان تفضل. التي تبين محبة النبي عليه الصلاة والسلام لكعب، أنا ما قلتهاش يعني لأن الحال الحديث ما كانش يعني وقتام لا نعدد فوائد الحديث. يعني قال كعب: فكنت أدخل المسجد فأصلي وأسارقه النظر، يبص للنبي عليه الصلاة والسلام بطرف عينه وأصلي، قال: فأجد النبي ينظر إلي. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. تمام. فإذا رآني أنظر إلي حول بصره عني، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. طبعا يعني هو تحقق له المراد، أنه طبعاً علم طبعاً أنه لم ينخلع من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن محبة النبي له باقية ويخالصه النظر. الله أكبر. فهو يعني مش كلام ابن تيمية أن الحب والبغض، العبارة اللي أنت ذكرتها أنا أذكرها ليحيى بن معاذ، بل الحب يزيد بالود ويزيد بالبر ويقل بالجفاء ويقل بال... نعم. أسأل الله أن يرزق قلوبنا البر وأن يعافينا وإياكم من الجفاء بإذن الله تبارك وتعالى. آمين. وكما هي العادة
مع عبورنا للسبيل نبدأ ليكون الكلام عن أمر معين، ولكن نصحح مفاهيم ونجلي المتلقي نقاط لعلها تبقى في ذهنه أو في خاطره، وتكون هذه الفائدة الأهم. ليس الأهم أن نكمل حديثنا على نسق واحد، ولكن الأهم أن يكون هناك فائدة يتلقاها المشاهد، وكل جلوس معكم فائدة وغنم بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك شيخنا. إذن يبقى كلامنا في المحور الثالث عن مسألة انتقل إلى أرض الصلاح، مؤجل إلى الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. رفع الله قدرك في الدارين. إذن أحبتنا في الله، نكون بهذا المحور قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة، على أمل أن نكمل هذا الحديث الماتع مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في برنامجكم عابر سبيل. أسأل الله عز وجل أن يحسن قدومنا وقدومكم عليه. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.